رأيكم نبو هذا؟ تفضل يا أمة. أنا شفت الإعلان وحبيت إني أساعدك. بس أنا ما حطيت إعلان، وأنت خامس واحد يجيني ويجيب لي فلوس. خذي لي فلوس يا أمة واعتبريها هدية مني. الله يخليك يا أمة، بس يا ريتك تشيل الإعلان. إن شاء الله. الله يرحم والديك ويطول بعمرك. ليه تركب إعلان على الشجر؟ لأن في عائلة محتاجة، أنا ما أقدر أساعدها، فحبيت النص تساعدها.